ينضم إلينا من إسطنبول مراسل الغد علام. أصبحت علام، ماذا سجال إذن متداولا ومتفاعلا حول رفض تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو؟ هل نتحدث الآن عن ضغط تركي جديد وفي أي المسارات؟ بالفعل تماما الحال هو بهذه الصورة داليا، لأن الجانب الرسمي التركي الآن على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث عن أنه قد وعلى الأرجح لن يمرر هذه الموافقة التركية في البرلمان التركي لانضمام السويد وفنلندا، بسبب أن السويد وفنلندا وتحديدا السويد كما قال إردوغان اليوم لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه في 28 من الشهر الماضي، عندما تم توقيع الاتفاق الثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا برعاية الناتو، أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ. وبالتالي الجانب الرسمي التركي يتهم يعني السويد على وجه التحديد بأنها لا تلتزم بهذا الاتفاق الموقع، وأبرز نقاط الاتفاق تتعلق تحديدا وبعجالة هي محاربة المنظمات الإرهابية وتسليم العناصر الإرهابية كما تصنفها أنقرة بين قوسين من هذين البلدين إليها، بالإضافة إلى تغيير القوانين داخل البلدين السويد وفنلندا حتى تتناسب يعني من جديد مع يعني عملية تسليم العناصر الذين تقول أنقرة إنهم إرهابيون يقيمون على أراضي البلدين. هذا الأمر، هذه الملفات عمليا كلها هي ملفات بالغة التعقيد والخلاف الأكبر في هذا الاتفاق. وفي هل هذا من هامش للتفاوض هو في تفسير في هذه الاتفاق الشروط علام، أو هي حاسمة جدا من الجانب التركي؟ يعني دائما في السياسة، في العمل السياسي، الأبواب دائما مفتوحة للتفاوض والنقاش والحوار على طاولات المفاوضات، ولكن من جهة ثانية نستطيع أن نفهم ما بين سطور كلام إردوغان أنه حاسم إلى حد كبير، لأن هذا الملف هو ملف يعني خلافي كبير وملف بالغ الحساسية بالنسبة لتركيا. هناك خلاف كبير حول موضوع الأرقام، أعداد الأشخاص الذين تطالب أنقرة الآن بتسليمهم. هناك رقم ذكر في الأيام الماضية هو 73 شخصا حتى الآن تطالب أنقرة السويد وفنلندا بتسليمهم إليها، من بينهم عدد كبير يحملون الجنسية، إما الجنسية الأسودية أو الفنلندية، أو يحملون جنسيات مزدوجة. في هذه الحالة القوانين الداخلية في كل من السويد وفنلندا تمنع تماما أن يتم تسليم أي شخص يحمل جنسية البلد لأي طرف آخر، لأي دولة أخرى، من أجل محاكمته بأي تهمة كانت حتى لو كانت تتعلق بالإرهاب. وبالتالي التفسير لهذا الاتفاق هو يعني مهم جدا، ويبدو أن الأمور معقدة إلى حد كبير، ولكن رغم ذلك لا يزال الباب مفتوحا ولو بنسبة قليلة جدا يعني التفاوض ومحاولة حل النقاط الخلافية بين تركيا من جهة والسويد وفنلندا من جهة ثانية، مع الأخذ بالاعتبار داليا أن إردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، على سبيل المثال وزير الخارجية التركي قبل أو بداية هذا الشهر، تحدث عن أنه أو أعطى مثالا عن أنه في مرات سابقة تم تأجيل انضمام يعني إحدى الدول في الدول الأوروبية بناء على خلاف بين هذه الدولة وبين اليونان على وجه التحديد، واستمر هذا الخلاف لنحو تقريبا 10 سنوات. وبالتالي هو ألمح إلى أن هذا الخلاف مع اليونان ومع السويد وفنلندا في هذا الإطار قد يتكرر، قد يصل إلى سنوات طويلة بعد هذا الجدل القائم. عمليا الاتفاق الذي حدث هو اتفاق أولي ومبدئي، ويحتاج الأمر إلى مصادقة البرلمان، وهذه خطوة تحتاج الكثير من الخطوات العملية الفعلية كما تقول أنقرة من أجل الوصول إليها.